ميلاندا تايلور. ميلاندا تايلور. هيلين عساف. هيلين عساف. إكسندر كوداكوف. إكسندر كوداكوف. استيبان لوسيه. استيبان لوسيه. سيف الإسلام معمر القذافي. سيف الإسلام معمر القذافي. محمد إسماعيل علي. محمد إسماعيل علي. فتحي عريبي بوعجيلة. فتحي عريبي بوعجيلة. بالنداء على المتهمين حضر الخامس موقوفا على ذمة قضية أخرى. ولم يحضر الباقون. وتبين أن إعلانهم إعلانا غير قانون لجلسة اليوم. ولم يتم القبض على المتهمين السادس والسابع. وحضر للدفاع عن المتهم الماثل الأستاذ محمد أبو سمة. أبو سمة دفاعه السابق بموجب سند توكيل مرفق بالأوراق. كما حضرت الأستاذة مبروكة دوا كما لم يرفق تقرير الخبرة المتعلق بساعة اليد المنوع عنها بالأوراق. نائب العام عن طلبه. نائب العام طلب فيما يخص الإعلان سيد الرئيس وحضرات المستشارين أن مرافعته السابقة انفضت على أن حكم المحكمة العليا من سنة 1960 ذكرت أنه كل ما يتطلبه القانون في حالة وجود موقف مطلوب على الإنتقال يتوجه المحكمة إلى النيابة العامة وتسليم على أوراق اليد حكم الإعلان. وهذا نص يتعلق بالقضايا المدنية باعتبار أن النيابة ليس الطرف في هذه القضية. أما القضايا الجنائية فهذه النيابة هي التي تباشر عملية الإعلان، والنيابة العامة قامت في حالة أوراق الإعلان إلى وزارة الخارجية، وبالتالي فإن الإعلان هو حكم المحكمة العليا من المادة 14 مرفوعات ومادة 207 للإجرام الجنائي كان وفق القانون، وبالتالي نطلب السير في الدعوة في غيبة النيابة العامة وغيبة المتهمين ما عدا الخامس الحاضر. النيابة العامة قالت أن المتهمين الأول والثاني والرابع الأول والثاني والثالث والرابع قد تم إعلانهم.